من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح، فإنه خفيف المحمل طيب الريح، أي حمله لا يكلف الإنسان ولا يشق عليه، وهو في الوقت نفسه له رائحة زكية طيبة. قال فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال القاضي عياض يحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله، يحتمل أن المراد الطيب كله، يعني المراد بقوله من عرض عليه ريحان فلا يرده، قال يحتمل أن المراد الطيب كله. وقد وقع في رواية لهذا الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه الطيب، من عرض عليه الطيب فلا يرده. من فوائد هذا الحديث كما ذكر أهل العلم كراهية رد الريحان، أو على الرواية الأخرى رد الطيب. يقول النووي رحمه الله وفي هذا الحديث كراهية رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، كراهية رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، فلا يرد، لأن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد الطيب، فالطيب لا يرد إذا عرض على الإنسان إلا لعذر. وهذا ملحظ مهم نبه عليه النووي رحمه الله تعالى، لأن بعض الناس قد يكون الطيب في حقه ليس أمرا مريحا لنفسه، أمرا مريحا لنفسه، قد يكون مؤذن له، كان يكون مثلا مصاب بنوع من المرض في صدره، الربو أو غير ذلك، فيعتبر الطيب في حقه ليس أمرا مريحا، والقصد من عرض الطيب على الإنسان إدخال السرور والراحة عليه، هذا هو المقصود، إدخال السرور والراحة على نفسه والبهجة على قلبه، هذا هو المراد. فبعض الناس قد يكون الطيب في حقه ليس مريحا، فإذا تطيب أو طيب حصل له بذلك نوع من الأذى، أو أحيانا نوع من المضرة، قد يهيج المرض عنده، قد يهيج المرض. أو قد يكون أيضا بعض الناس بعض الروائح وخاصة التي الآن وجدت في هذا الزمان، مثل بعض الروائح القوية النفاذة، رائحة بعض الأطياب رائحته قوية ونفاذة شديدة، فقد تكون في حق بعض الناس مؤذية له، مؤذية له، يعني تتعبه ترهقه لا يرتاح. والمراد من تطيب الإنسان إراحته وإدخال السرور على قلبه. فإذا إذا كان عند الإنسان عذر، إذا كان عند الإنسان عذر مثل مرض يتأذى بسببه من الرائحة، أو بعض الروائح تؤذيه لقوتها، يعني بعض الناس يخبر عن نفسه أنه فعلا بعض الروائح تؤذيه تماما، فمثل هذا إذا رده لدفع الضرر عن نفسه أو الأذى عن نفسه باعتذار لطيف لا حرج عليه، لا حرج عليه، ولا يشمله ما جاء في هذا الحديث فلا يرده، لأن درء المفاسد ودفع الضرر مقدم على المصلحة، مقدم على المصلحة. ومن قواعد الشريعة ما ثبت في الحديث لا ضرر ولا ضرار، إذا كان هذا فعلا يؤذي الإنسان بسبب مرض، أو يؤذي الإنسان بسبب نفوذ الرائحة وقوتها، نفوذ الرائحة وقوتها، بعض الروائح مثل الآن طيب يسمى الفواكه، يعني رائحته نفاذة وقوية ومؤذية لبعض الناس، يتأذى
من 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 قوة الرائحة، وبعض الناس يجدها من أحسن الروائح، ولا حرج عليه في ذلك أنه هو في نفسه يجدها من أحسن الروائح. لكن إذا كان الآخر تؤذي وقدمها له واعتذر، قدمها له واعتذر دفعا للتأدي، يريد أن يرتاح في مثلا مجلس العلم أو يرتاح في صلاته ولا يبقى متأديا من هذه الرائحة التي تتعبه، لا حرج عليه في ذلك، ولا يلحق شيء في من قول النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يرده. ولهذا كلام النووي رحمه الله قيد بهذا القيد، قال إلا بعذر، قال إلا بعذر، يعني إذا كان عند الإنسان عذر فله أن يعتذر بالكلمة الطيبة، جزاك الله خيرا، شكر الله لك، أثابك الله، ولو لم يفصل له في عذره ما يحتاج أنه يعتذر له ويقول أنا عندي المرض الفلاني وإذا تبي تقرير طبي أحضر لك التقرير حتى تتأكد، ما يحتاج. الأصل في الإخوان والإصدقاء أن يعذر بعضهم بعضا، وأصلا إنما عرض عليه الطيب وقدمه له ليدخل عليه السرور، وهو لم يعتذر إلا لسبب، لم يعتذر إلا لسبب، فيحمل الإنسان اعتذار أخيه على أطيب محمل، على أطيب محمل، ولا ينبغي أن يبكي في خاطره على أخيه شيء، خاصة في زماننا هذا مثل ما أشرت من جهتين. من جهة الآن كثرة الأمراض، خاصة أمراض الصدر، يعني بسبب كثرة العوادم في الشوارع وأمور كثيرة، يعني في زماننا أصبح أمراض الصدر من الأمراض الشائعة. ومن جهة أخرى أن في طيب الآن أنواع من الطيب تصنع وتكون قوية، تكون قوية ومؤذية فعلا لبعض الناس. ففي مثل هذه الحال إذا أحس الإنسان من أخيه أو من عرض عليه الطيب أنه لا يرغب في ذلك يلتمس له العذر، ولا يحتاج أن يدخل معه في مثلا نقاش أو سؤال أو بحث عن سبب الاعتذار أو نحو ذلك.